السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مختبري. في فيديو النهاردة هنتكلم عن العينة اللي بقالنا 3-4 فيديوهات نتكلم عنها، العينة اللي فيها عدد كبير من الإبسيليا سيل. جالي أسئلة كتير، ايه سبب تواجد الإبسيليا سيل بالكميات الكبيرة دي؟ النهاردة هنعرف ايه سبب او اسباب تواجد الخلايا الطلائية او الخلايا الجسدية في البول بكميات كبيرة. اولا، الخلايا الجسدية دي خلايا مبطنة للجلد او للجسم عموما، موجودة كمان في الجهاز الهضمي وموجودة داخل الجسم، فنزولها مع البول بيكون له اكتر من سبب. اهمها او اول سبب بيجي لذهننا ولذهن الطبيب طبعا هي وجود التهابات في مجرى البول او UTI او اليورينري تراك انفكشن زي ما بنسميه، سواء كان التهابات دي في الكلى لا قدر الله، في المثانه، في الحالب، في المهبل مثلا، في اي مكان او اي جزء من مجرى البول. ممكن كمان يكون تواجدها بسبب حصوات في اي مكان، في الكلى، في الحالب، في المثانه. برضو ممكن يكون تواجدها بسبب مشاكل في الكبد، ممكن يكون تواجدها بسبب التهابات فطريه، بسبب وجود فطريات او التهابات بكتيريه او فيروسيه. طبعا تواجدها بيكون مصاحب له بعض الاعراض، سواء كان مثلا كسر التبول، الام اسفل البطن، مشاكل الام ناحيه الكلى، ممكن يكون كمان يصاحبها نزول دم او حتى صديد. كل الاعراض دي مع نتيجة التحليل او الريبورت اللي احنا بنطلعه، الدكتور بيحاول يجمع كل ده مع بعض علشان يعرف ايه السبب من الاسباب الكتير اللي احنا اتكلمنا عنها في وجود الخلايا الطلائية دي في البول، ويعالج السبب علشان يقدر يعالج تواجدها. فعلاجها هو احنا ما بنعالجش وجود الخلايا الطلائية نفسها في البول، لا، بنعرف او الدكتور عن طريق التشخيص وعن طريق سؤال المريض وعن طريق الاعراض وعن طريق برضو بعض التحاليل التانية اللي ممكن الدكتور يطلبها، زي مثلا تحليل وظائف كلى، وظائف كبد، مزرعة مثلا. كل دي حاجات بتتجمع مع بعض عشان نقدر نعالج السبب، ما نعالجش وجودها. هو علاجها هي ملهاش علاج، لان سألت برضو سؤال ايه علاج وجود الخلايا الطلائية في البول، هي ملهاش علاج للخلايا نفسها. احنا بنعرف ايه سبب تواجدها، او الدكتور المتخصص هو اللي بيعرف ايه سبب تواجدها ويعالج السبب، فبالتالي بيعالج تواجدها. اتمنى الفيديو النهاردة يكون رد برضو على سؤال مهم، واعتقد ان هو يكون ان شاء الله مفيد بالنسبة لكم. تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو لو حسين ان هو مفيد ويستاهل، وتساعدوا كمان في نشر الفيديو عن طريق الشير والسبسكرايب لو انتم مش مشتركين في القناة، وانتظروا فيديوهات جاية ان شاء الله هنتكلم فيها عن عينات كتير وهنفحص عينات كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.